السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الشيخ عماد أبو سيام. اليوم إن شاء الله راح نتعلم طريقة عمل بيض الغنم المشوي على الفحم مع الخضار. طبعا راح نتبل هذا البيض الغنم بالليمون والحام بالليمون واللبن والملح والفلفل والكزبرة. قبل ما نتعلم طريقة عمل البيض الغنم المشوي على الفحم، بطلب الجميع الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل فيديو جديد في القناة. خلينا الآن نروح نشوف كيف نحضر بيض الغنم المشوي على الفحم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عندنا لعمل شقف بيض الغنم المشوي على الفحم في عندنا ما يقارب 5 بيضات غنم. طبعا بيض الغنم طازج، راح نفاجئكم الان كيف راح ننظفه وراح نقطعه لك شقف صغيرة. وفي عندنا هنا فلفل حار حبتين قطعناهم، وحبتين 3 حبات بندورة، وفي عندنا بصل صغير حسب الرغبة، طبعا الخضار راح تكون. وفي عندنا هنا كاسة لبن رايب، وفي عندنا ثوم مهروس بالزيت بمقدار نصف كوب، وملعقة ملح وملعقة فلفل أسود وملعقة كزبرة بودرة، وفي عندنا زيت زيتون، وفي عندنا عصير حبة ليمون. الآن راح نشوف كيف بدنا نتبل شقف بيض الغنم قبل الشوي. بداية احنا راح ننظف بيض الغنم، ننظفه بالسكين كما نلاحظ. بتم نزع القشر الخارجي للبيضة فقط، احنا بناخذ اللب الداخلي طبعا. شقف بيض الغنم يعني شوي على الفحم طيب جدا، وبنصح الجميع يجرب هاي الطريقة. الآن كما نلاحظ بنقطع بيض الغنم شقف مثل شقف المشاوي بالضبط. الآن راح نحضر التتبيلة اللي بنتبل فيها بيض الغنم. يفضل انه يتبل بيض الغنم قبل بيوم. عندنا مقدار كوب صغير من اللبن الرايب، وفي عندنا مقدار فصين من الثوم هرسناهم ناعم مع زيت الزيتون، ونصف كوب او يعني مقدار عصير حبة ليمون، ومقدار ايضا ربع كوب من الزيت النباتي. بنضيف ايضا ملعقة صغيرة من الكزبرة البودرة وملعقة من الفلفل الاسود، وبالاضافة طبعا الملح ملعقة ملح. الآن هيك احنا بنخلط الجميع مع بعض بحيث ان نحصل على تتبيلة خاصة لبيض الغنم. الآن بنضيف بيض الغنم في التتبيلة هذه، يفضل انه يتبل يعني قبل بيوم. الآن بنقلب بيض الغنم بالتتبيلة وبنصيبه. هنا عندنا طبعا اللي هي البصل والفلفل والبندورة اللي احنا حكيناها حسب الرغبة. الآن راح نشوف كيف بدنا نشك شقف بيض الغنم كما نلاحظ. طبعا بإمكاننا نشكل أي نوع خضرة احنا بنقدر نشكلها على السيخ. ممكن نشك بيض الغنم على سيخ لحال والخضرة على سيخ لحال، أو نشكل بيض الغنم مع الخضار حسب رغبتنا احنا. الفلفل الحار طبعا حسب الرغبة، اذا بدنا نشوف الفلفل الحار يعني حسب رغبتنا احنا. احنا اضفنا فلفل حار، اضفنا البندورة والبصل الصغير الخاص بالشوي. ممكن نشوي ثوم معه ايضا، ممكن نشوي فلفل حلو. هيك احنا بنكون شكلنا ما بين شقف البيض والخضار.
طبعا بيض الغنم فيه له اكثر من طريقه طبخ، يعني في فيديو سابق عملنا لكم صاجيه بيض الغنم، والان في الفيديو هذا راح نحضر لكم شقف بيض الغنم المشويه على الفحم. هيك اصبحت جاهزه، والان وضعنا الشقف بيض الغنم على الفحم. نلاحظ انه بلشت تتحمر وتنضج. هيك بكون يعني طبقنا اللي هو شقف بيض الغنم المشوي على الفحم مع الخضار المشوية أصبح جاهز. طب احنا راح نقدمه تحت المفروش، تحتيه خبز اشراك، وكان يتقدم جنبه المثومة والخضار المقطعة شرحات. وهيك بكون طبقنا اللي هو شقف بيض الغنم المشوية على الفحم مع الخضار أصبح جاهز. وإلى اللقاء معي أنا الشيف عماد أبو صيام في طبق آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.